راموس اخويا. انا ما اعرف ايش اقول ولا من وين ابدا. انا فنيت عمري كله علشانك انت، علشان اربيك بعد وفاة الوالد الله يرحمه، علشان تدخل مدرسة وتكمل تعليمك، واني اشوفك في معهد من المعاهد اللي منتشرة في بلادنا، تتخرج تشوف لك مهنة زينة وتشتغل تقعد على نفسك فيها وتريحني. انا تعبت كثير، وتعب كل هذه السنين راح كذا على الفاضي في شربة ماء. تخدعني يا راموس وتشتغل من وراي بدون علمي ولا موافقتي. بس يا زهران اسكت، خليني اخلص كلامي اول. انا ما اعرف ايش اللي سويته، ايش من خطر ارتكبته علشان تعاملوني بالطريقه هذه. انت تشتغل من وراي، انا ما عندي خبر وما عندي علم، وهذه بعد ما انقصرت نور. ذيك اليوم كسر ضلعي وبقيت تقتلني. اهلا اهلا، المسألة وصلت إلى عندي أنا عقب زين. تو أنت مسوي عمرك المسكين المظلوم، الناس كلها خطأ، أنت غصب وصح. نسيت بوم سوينا في المستشفى؟ بس أنا يا رايا اسكت ولا كلمة، خليني أخلص كلامي. أنا أبو تعب عمري وشاقية عمري، أسهر بيولك، مرضك بيولك، بتعبك بيولك، بفرحك بيولك، كل هذا عشان من؟ ما عشانك أنت؟ رجال ابوي ما منكم امان. هي نعم، بس دقيقه واحده تحصلوا فرصه الله اكبر منكم، مره تنسي عمركم. وانا المساكينه وشاقيه عمري يا سايره ويا قاعده المستشفى الى وطيتي انقصت، وانت مره مسوي عمرك روميو كولجيت. يا وجوحي تتوادين. خليفة، خليفة ادعي لي بالتوفيق. الله لا يوفقك. ليش عاد؟ يا أمين أقول لك البنت مخطوبة. لا ومخطوبة الواحد أنت تعرف يا أخي إيش تبغى فيها؟ يا ولد الحلال شوف غيرها. أقول لك ما مخطوبة بعد، بس كلام. وبعدين أنا ما سويت شيء غلط، البنية ما صغيرة تختار اللي تبغاه. أول مرة أكتشف فيك الأنانية وبهذا الشكل. أنا ما أناني. لا أنا أناني. إذا أرسلنا فيها زبيدة أنا أناني ونص بعد. يعني أنت رايح عندهم الحين؟ أنا قصدي أزور زهران وأطمن عليه. صدقني هذا كل قصدي يعني. لا لا مصدق أكيد، ريال ولد أصول وتعرف الأصول. هو أنا رايح عندهم. شوف مراد، انا تعبت والظاهر انك انت ما ناويني خير. اقول لك 2700 اخر شيء ما يقدروا ينزلوا اكثر من كذا، بعدين بيخسروا فيها، هم صارفين عليها كثير. ايش صارفين يا فادي يا اخوي؟ ايش صارفين؟ اهلها مكلفينهم اكثر من هذا المبلغ بس علاج بومباي. عفا عليك عفا عليك يا فادي يا اخوي، نحن اخوان وربع، حاول بعدك معهم يمكن يقدروا ينزلوا المبلغ. صحيح انا مسوي في الميزانيه بند للزواج، لكن ما فكرت ان المبلغ بيوصل هالكثر. ارجوك شوف لي طريقه. الشيم هلا هلا في اخوك، هلا هلا في مراد، وانت الخير والبركه. زين انت ليش ما تشوف لها من النثريات وتكمل العجز؟ من وين يا فادي الله يهديك؟ ترى النثريات الله يسلمك متفرقه ما بين الهدايا والعزايم. انا فهمتك، لا تجلس تتعبني، ترى انا عندي 5 زيجات غيرها وانت الوحيد اللي هالتني، تراني تعبت من الكلام وياك. السلام عليكم. الله يوفقك الله يوفقك لعمل الخير يا فادي يا اخوي، الله يوفقك. بس هلا هلا في اخوك مراد، انا لله وانا اليه راجعون. ما في شيء يا بنتي، بس فادي عاد متعود يوم يتكلم لازم يرفع صوته. تعالي جلسي انت جلسي. انا يا بنتي بغنش السالفه. ما من والد مهنك يا بنتي. انا كبرت وانت بصراحه يعني ما قصرتي وجزاك الله خير،
قمت بواجبش وخدمتيني. بس أنا أقول يعني باكر إن شاء الله إذا الله راد وتزوجتي ورحتي بزوجش بالسلامة، يعني أقول يعني أنا أبوش هذا الشيبة يعني من بيكون عندي؟ يعني أنت ما فكرتي في هالموضوع شوية؟ كلام سابق وقته. كيف سابق وقته؟ وباب صراحة أنا شاكف زواجي من رامس. إيش هذا الكلام اللي أسمعه مني شازبين؟ هو رامس ما مستقر، لعاب، مرة يشتغل ومرة يفنش. يا بنتي يا بنتي الله يهديش، الرجال يدور مصلحته. زين أنت تعرف هو مو اشتغلته؟ هي نعم، الرجال يشتغل كهربائي، قصدي يعني أقول إنه يشتغل ميكانيكي. لا هو يشتغل سائق تاكسي. الله هذه شغلة زينة يا بنتي. هو أنا أقول لك رامز ما مستقر لعاب، وأنت تقول هذه شغلة زينة الله يهديك. زين ما يهمش، أنا تو بصير عندهم هناك، بكلم أخو زهران وبكلمه هو وبطلع منه سالفة هلع. أقول زبيدة صالون ولا بيكاب؟ ما نسمع شيء. خليني يا رامز خلينا نشوف. والله هلكيني الحياة مع الدنيا. نعم هات نكتة عندك انت؟ ما عندي شيء من النكت الحين. هات واحدة، هات خلينا نتسلى شوية. واحد؟ اي باقي عندي. اصبر شوي اصبر، عذبتني حقوقتك. قول دوبوس خلاص بصراحة. واحد مو؟ واحد باقي يعلم ولده الركض ربطه في السيارة خلاص. أقول رامز. منى غدش. وقف. ما يخصني شيء. اقول لك احرق هنا بس. زين قال احرق هنا. ابوي هلكتينا عذبتينا، هاي حرمتك عذبت لي. رامز ها انت اخر مره اكلت شاورما وكباب متى؟ انا لا شاورما ولا كباب احبهم، ما احب شيء. لا تحبهن. ما احبهن يا اخي. والحين بنصير ناكل. يلا زين بلبس كمتي. البس بسرعه ما حد يجلس في هالبيت. ماني قلت لك تبعيني. نعم زين غلطان شوي اليوم. مالك الله يهديك الا تمسخرت ولا شيء. غلطان؟ اي غلطان. انت تقول لي غلطان وانا في مقام ابوك يا رامز؟ انت غلطتني بعدك. تفضل الحاج مراد. تفضل. تعال سريع. تفضل. لا اله الا الله. ما شيء. لو ما حشمت ابوك الله يرحمه كان بيكون معك كلام ثاني. يا مرحبا الحاج مراد. عمي اهلا وسهلا. تفضل صريح. خير الحاج مراد؟ ايش صاير؟ عسى ما شر. اسمع رامز هالايام اشتغل تاكسي. لا عمي على الخفيف يعني. على الخفيف؟ مرة ميكانيكي، مرة كهربائي، واليوم دريول تاكسي. بصراحة أنت ولد لعب، وأنا ما أبغى أزوج بنتي على واحد مثلك. لا عمي مراد ترجع في كلامك؟ أفا عليك أنت الحين كلمتك واحدة؟ إذا رجعت في كلامك صار بنت حر. نعم إني بنت حر. عجب مو هذا اللعب اللي أنت جالس تلعبه؟ لا عمي هذه ما لعبة، هذا ظروف، يعني أزمة وعدت بس. اسمع الحاج مراد، وهذا رامز قدامك. قدامك؟ أنا بعطيه فرصة لنهاية العطلة الصيفية. والله إذا اشتغل كان بها، ما اشتغل بدخل المعهد سيده. مثل ما يقولوا لا جدال في الموضوع. ها إيش قلت؟ خبرني. بس أنا موافق خوي، موافق. نعم اسمع يا رامز. نعم. أنا أبغاك تصطلب وتستوي رجال وتقبض لك شغل واحد، ما تجلس كل يوم تغير شغل. ولا تراني برجع في كلامي، وانت تعرف انا ايش اقصد. لا شيما عم مراد، شيما كان في شيما ترجع في كلامك؟ لا انا من اليوم اسمع كلامك، بس ارجوك لا ترجع في كلامك.
نشوف. هنشوف ان شاء الله باذن الله. يلا مالك استريح حق مراد. قهوه استريح. تلقى قهوه عمي. لا عندي شغل. ما يسوى والله. احسنتوا. اتصير؟ زين وما اللي احسنت؟ قول زهران. زهران. اه. يلا بنسير ناكل كباب شيخ. يلا خلك بسرعه. ان شاء الله ان شاء الله الحاج مراد ما يصير في خاطرك الا الخير ان شاء الله باذن الله. هذا انت مو جايبنك هنا هوز عن دربك. لكم الحاله هالشيبه هذا يطلع لي وين ما اروح. السلام عليكم. اهلا الاخ امين اخوي. اهلا مرحبا كيف حالك؟ اقول زهران اخوي. اه انا بسير صالح عمي مراد كذاك شويه على الخفيف اشوفك انه زعلان وهذا كبابك ما ابغى. زين عندنا الضيف تعال. بس ترى انت موجود انت اخر بلا. تفضل الاخ امين تفضل اخوي تفضل حياك الله البيت بيتك. اهلا اهلا وسهلا الاخ امين. يا مرحبا وسهلا تفضل شرفت البيت بيتك. تفضل اخوي زارتنا البركه زارتنا البركه ما شاء الله ما شاء الله. يا مرحبا وسهلا اهلا وسهلا. ها ايش اخبار الصحه احسن من الاول؟ الحمد لله بخير الاخ امين. ترى انا وياك اليوم متشوفين في المستشفى العصر. احسنت يا اخوي يا زهران ما تقصر بس هذا انا يعني حبيت اجي ازورك واطمن على حالك. هذا من طيبك من طيبك الاخ امين وانت في اي وقت تشرف والبيت بيتك حياك الله. الاهل والاولاد ايش اخبارهم يعني؟ الحمد لله كلهم بخير. كلكم مرتاحين يعني؟ ما نشكي بس. اشوف البيت يعني هدوء وسكون. هذاك حمود ربش دوم يسوي فوضى في البيت والحين راح ينام. وبشكارتكم هين يعني؟ ما عندنا بشكار احنا ما عندنا بشكار. اذا ما هذيك اللي كانت عندكم في المستشفى؟ انت تقصد رايه زوجتي؟ لا زوجتك اعرفها الثانيه اللي معها. انت تقصد خطيبة اخوي رامز. ليش انا ما خبرتك؟ اي صحيح. انا تراني نسيت هم متزوجين. من هو وهي؟ ولد الحلال لك مخطوبين واحنا يعني ما تكلمنا فيهم رسمي كذا يعني. الله يوفقهم ان شاء الله. الله يوفقهم. الله يوفق الجميع ان شاء الله. طبعا هذه البنية أكيد من أهلكم يعني. يا بنت جارنا الحاج مراد. من الحاج مراد هذا؟ حاج مراد هذا اللي قابلته برا الحين جالس أتكلم أنت. حاج مراد هذا أبوها؟ وبعدين وافق بس قال لي لازم استقر بشغله واحده. تبغى الصراحه اخوي زهران كلامه صحيح لان احنا بالحقيقه مسخناها كل يوم شغله. اي نعم لو انت لا تشيل هم يا رامز. هاي تقصي سمير مبارك علينا. يلا شوف النعمه شوف غدك شوف كيف النعمة زحمة داخل زحمة. احنا بعدنا ما قلنا بوشر والسيب والربع عاد في السيارة. اي والله يا عم. اقول شامس يعني الشغلة هذه ما مقدرها خلاص بنستمر فيها يعني. تو انت خليك من السالفة سير شوفها ايش يبغى سير شوفها. خلنا مستعجلين. ايه باقي واحد ايه باقي نفر واحد. يا الله هذه الناس ما مستعجلة ايش وراها الناس دي. خلنا مستعجلين. ابوي قايل انك لحظة ما مستعجل. هلا عاد مستعجلين. ها مالك مستعجل انت مالك مستعجل اصبر شويه يا اخي مستعجل يا اخي. بس لا اصبر 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 شويه اصبر. ايه كم واحد انتوا؟ احنا نفرين. والله مشكله. كيف؟ اللي جايين نفرين واحنا باقيين واحد كيف نسوي؟ ما اعرف ما اقصد. الاخ نعم نزل اخوي نزل نزل كيف انزل؟ ما احنا ما سايرين بوشر سايرين الواد الكبير. ها بط 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 هلا بس روح خليتوني ساعه كامله وبعدين ماله؟ ماله سامعني سامعني ماله؟ رامز
حبيبي حبيبي حمود. حمود بدينا عاد قول حدور المتحضرة على عين إن شاء الله. عالنقل جلسوا شوية في البيت، الدكتور معطيكم إجازة يكون تجلسوا هنا تستريحوا، ما تطلعوا تتمشيوا برا. حبيبي حمود قل للدول المتخلفة إن ورانا مصالح برا لازم ننجزها وننهيها. نعم، وبعدين خبرهم إن الهواء برا أحلى، ريحته حلوة، نسيم عليل يبرد الفؤاد. يا حمود باي باي يا حمود، تشاو. السلام عليكم أيها الحاج الطيب. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. نعم مو باغي ولا خبرك. يلا قول يلا قبض دربك وسير شوف شغلك. يلا يلا. أنا باغي شوية دويات يا حاج. خلصني، ما عندي غير سم. كان باغي السم أنا حاضر ومستعد. الله اسمع حلو على لسانك. وبعدين يعني أنا أول مرة أعرف إن دمك خفيف كذا يعني. أنا دمي ثقيل، وإذا ما خصت من قدامي فلعتك بهالوزان على راسك. أنا تعبان، صحتي ما مساعفتني، مريض يا حاج، أرجوك بايعني. مريض؟ مريض؟ أنت بتخوز من قدامي ولا رنيتك بهالمقشاع؟ أنا أدخل بس. قول حاج مالك؟ هذا الولد مأذلني، مأذلني أذية العالمين. أولاد إيش فيك؟ رجال قل لك تمشي. يا طويل العمر، أنا مريض، صحتي ما مساعفتني، الناس كلهم دلونا على دكان هذا الحاج الطيب وهو ما راضي بايعني. بايع الحاج بايع، خلي يمشي بايعه. علشان هذا الرجال الطيب بس ببايعك، ولا أنت ما تستاهل. يلا قول مو باغي، خلصني. باغي شوية مقويات، بصراحة ما أعرف إيش اسمهم يعني. شوية مقويات ما أعرف مو اسمهم يعني. باغي دويات وما أعرف اسمهم. دوك انا بعطيك دواء غاوي. دوك هذا ايش اسمه؟ هذا سنمكي. هذا مقوي؟ نعم هذا مقوي. لا ويفتح الشهيه بعد. احسنت احسنت يا حاج، انا كل يوم باجي اشتري عندك كل يوم. نعم يا حسن، تنسى تنسى. ما ظل لي قاعد مرة ثانية هني. حاج مراد جايب لك بشارة حلوة. تعجبني. يا فادي يا أخوي، أنت بوحدك حلو علشان كذي تجيب لي أخبار حلوة؟ ها بشر. وافقوا أهل العروسة. بكم؟ 2000 ريال، وإذا تقول لي نزل تراني تنجو أمشي. بس 2000؟ لا أبوي لا، لا تمشي ولا شيء، أنا موافق. أمري لله. مبروك. يلا يبا يلا واجيكم فلوسكم يلا حاسبونا. أقول شامس ها هذا كأن زهران جاي المستشفى، مو جاي يسوي؟ يمكن عنده مراجعة مع الدكتور. لا 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 هذه ما مراجعة الدكتور، هذه مراجعة نفس أخوي وعرفه زين. قوم اشتري نهض خلينا نشوفه. روح وراه. اي نعم قوم نهض نهض. الله وراه ولا يهمك. وأشوف مو جاي يسوينا. خلا شوفه. Thank you.
حميدة زيني وحصلتي، كيف حالك طيبة؟ الحمد لله إن شاء الله بخير. كيفك أنت زهرة؟ الحمد لله بخير وعافية. إيش اليوم عندك؟ موعد مع الطبيب؟ لا لا لا، أنا بصراحة جيت أسلم عليك أنت. الله يسلمك. وبيني وبين ودي أقول لك كلام كثير وظاهر المكان ما مناسب، خلينا نروح هناك. انزل. يلا الله يخليك. حي الله حميدة. وش الكلام اللي عندك؟ ترى مستعجلة ما عندي وقت. أنا بصراحة عندي كلام كثير كثير باغي أقول لك إياه، بس ما أعرف يعني ظاهر أنت مشغولة الحين. والله أنا صراحة مشغولة كثير. زين والكلام اللي باغي أقول لك إياه متى أقوله؟ اسمع دهران، إذا كان عندك كلام باغي تقوله تعال كلم أهلي. ها؟ كلم أهلي. يا باي يا باي ويو هاي هو ويو هاي هو ويو هاي هو لا 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 هذه جاية نفسية. ايه ابوي ما جاية دخترية. ما عنده شغل فاضي قاعد يسوي لك طبخات حلوة وانت حضرتك اطلع دور برا. اليوم رحت عند الإنسان الطيب عمي مراد أبو زبيدة وتصالحنا ويا سلام خدني بالأحضان. نعم خدني بالأحضان. أما فعلا إنه إنسان طيب. يا سلام. وانت يعني أمين بعدك يعني مصر على هالفكرة هذه؟ أنا بتقرب الأول ها وشوية شوية فاتحة بالموضوع بتشوف كيف فكرتها بتنجح بتشوف. زين زين يلا كل وعطني رايك في الطبخة. ايش رايك؟ لا لا اول شيء اعطيني ماي. خد اشرب معاي هاي الدواء اللي اعطاني اياه الحاج مراد. ليش عاد؟ علشان الشهية يا غبي. ايش فيها الشهية؟ ايش يسوي فيه؟ يا انسان هذا فاتح الشهية مقوي. شربه شربه بسرعه. بسم الله. يا اخي هذا طعمه ما غريب عليه. بيكون تعرفه. هو ما قال لك ايش اسمه؟ والله قال لي وين اسمه. سنة مكي. سنة مكي؟ ما شاء الله ما شاء الله يا بنتي عيني عليك باردة هالأيام طباخش بدأ يستوي أحسن من أول. الطباخ هو هو بس يمكن عشان الفلفل زاد اليوم شوية. إيه يا بنتي أنا المسكين اللي بتنهجر بعد ما تصيري بتزوجش بتم وحيد بقوم أجلس أكل لوبيا وتونة وخبز يابس. بالعكس يا أبوي أنا باجي بزورك كل يوم وبجيب لك العشاء والغداء ولا والريوق بعد بيكون عندك. هذا الكلام تو تقوليه لكن لما تصيري بزواج وترتاحي كل شيء بيتغير. انا اللي ما بتغير عليك. انزين وكان سكنت بعيد مو هتسوي؟ وحتى لو خذ تفاحه. لا لا ما اريد. اصبر عندي شيء. انا اقول يا بنتي يعني انا يعني فكرت المسألة إني يعني بعد ما تروحي بيتكم إن شاء الله أجيب لي حد يعني يعينني ويخدمني ويغسل ملابسي ويطبخ لي. يعني ناوي تجيب خدام؟
لا لكن انتي بداتي تقربي من الموضوع. اي موضوع؟ الله يسلمك يا بنتي، انا يعني عسى الله لا يحرمني منك ان شاء الله، عسى الله يطول في عمرك. انا الله يسلمك بغى اتزوج. كل ما يجيب لك قدامي جالس ضحك على ابوك ما سع وجهك. بنات ما عندك مروع، بنات اخر زمن. هلا اخوة، وين باقي؟ مطار لو سمحت. حاضر ان شاء الله. تعرف حمادة؟ ها؟ احنا غلطنا بقى. ليه يا رمزي؟ احنا المفروض كنا قطعنا حتت حطينا في كيس نايلون. بس هم كتير، هنقطعهم كلهم ونحطهم في كيس نايلون واحد؟ لا، الباقي هنرميه في البحر. فكرتك عجبتني قوي. طب نعمل ايه دلوقتي؟ دقيقة واحدة يا جماعة، عندي شوية عمل. لحظة واحدة بس. لحظة شيء مكان مش لحظة. فضلكم. أوي مفيش مانع. يا حتت فيه. استبرت يا العرق عرق. دقيقة واحدة يا جماعة، عندي شوية شغل في المركز على ذومكم. بس لحظة واحدة. لحظة بس لحظة. شيمة لحقونا شيمة كانت شيمة. خير ان شاء الله، ايش فيه؟ في جريمة قتل أحبة تستوي، هذا غير اللي مقتولين يا اخوي، غير شيمة. والله تصدقني يا اخوي، في نفوة نعم ان في نفوة، في واحد قاتل 10 اشخاص وباقي يتجذب منه شامس ويقطعنا حتى وكيف ذي حتى يبغى حتتون يا باقي. هذا كلهم مخلينهم كيس نايلون صغير تكبر. وشي منهم عقوم في البحر، هذاك اللي عقوم في البحر خلاص كلهم السمك ماشي حيله. طيب عرفتوه من المجرمين؟ نعم، وجايبينهم معنا في السيارة بعد. سيارة؟ تفضل خلنا نشوف. شيل معك تفق ولا شيء يا اخوي، شيل معك تفق. احتياط يا اخوان، ما في داعي. يلا تعال. يا رمزي السواق تأخر قوي. ايه ده؟ مش معقول الكلام ده، مش معقول ابدا يا حماده. الحلقة كده مدتها هتطول وهتاخد أكتر من ساعة. احنا لازم نقلل شوية من المشاهد. احنا ممكن نلغي مشهد القتل ده خالص ونخليه الحلقة الجاية. لا، مشهد القتل ده ضروري الحلقة دي. ايه ده؟ شايف الجماعة جايين ومعاهم عسكري. هم هذا واحد وهذاك واحد. هم رادعينهم، هم المجرمين يريدوا يقطعوا الحتت أوي. باقي هو هاي رمزي، هو السبب. هو هذا مو اسمه هذه حمادة باغي تقطعهم حتت. تو الشرطة ما عليك، بيطلعوك دواغ ما عليك. حتت. الله يقطع عليك الموضوع. لحظة يا جماعة، ممكن تفضلوا معنا المركز؟ هي تفضلوا. سير قد ما لا. نعم يا جماعة، ممكن أعرف إيش الموضوع؟ هذا حمادة هو السبب. ليش تقتلهم ها؟ ما تخاف ربك؟ قتال قتلة يا فندم. الظاهر حصل سوء تفاهم في الموضوع. أنا وحمادة بنشتغل في التلفزيون وبنكتب قصة بوليسية. تفضل حضرتك شوف، تفضل. لا صدقهم يا حضرة الضابط، هذه حيلة يبغوا يطلعوا منها. بس يا حضرة الضابط، إحنا في الحقيقة ما نكذب. نعم ما قال نكذب من البر،
احنا سيارتنا نشيل معانا زيد وعبيد، لكن مثل هذه الصور ما استوت. خاصه هذا منكم هذا ابو شنبه، هذا اكبر عليك انك ما قمت. معقوله الكلام ده اللي يقوله؟ معقوله كيف معقوله؟ اه معقوله، اه معقوله. معقوله معقوله. لحظه، بطاقه قدم شخصيه لو سمحت. اتفضل. بطاقه. اتفضل بطاقه. جيب البطاقه. البطاقه. اتفضل. بطاقتكم. ما في بطاقه، سمعت مني. ما عندكم بطاقه؟ طب ما مشكله، عندك ليسن؟ ماشي ليسن بعد. وكيف تسوق تاكسي بدون ليسن؟ لا الله يسلمك، انا قدمت دراي ما نجحت، الدراما سقط. ان شاء الله المره الجايه وبجيك وبجيب الليسن، ما يهمك. طب اعطيني ملكيه السياره. ملكيه في السياره بعد. ما عندك ملكيه؟ في السياره اقول لك. روح جيب ملكيه. عاد عسى الله يكون سمير مجددينها. ما يخصني. كيف ما يخصك؟ زين، ما عليك.